حبس علي ياسين وغادي يضربك البلاطون قلبه هنا برقيس. انا في عباك سيرتو كتسمع هاد الموسيقى كاع يجيك الهبال. تعقلوا بكري كي كنا نرقصوا كانوا يطاقونا غير حسني ونصرو. تقيس الاونز حنا في الغرب نقيسوا الاونز وراك ترقص. حتى المتاثر عليك الغنيه تخرج كاع من لاصال ديفات تجي قاطع طريق. تيجيو لي سيرفر يدخلوك الداخل. السلام عليكم ساعه فطوركم. الشيخ راك حاطه اليوم؟ لا باس اليوم راك مبلع عليا. لا لا فيها خير. فيها خير صافا. شوف البارح كنت تجري بزاف على بالي بلي نسيت عفايز. هذيك تهاكم وزراني نجري. لا جريت نسيت عفايز. لا ننسى ديجا فكرتني نسيت البارح شي حكينا على الخطبه. كي رحنا نخطبوا في وقت كورونا وكاع كي دخلنا بغينا نخطبوا البنت بوها قلنا ريحوا تشربوا الجو. حتى الحاج وما نشوفوا البنت بعد عاد نشربوا الجو. قلنا من كيما هكا عادي نقلع لها الكمامه خليكم تشوفوها. كي قلعت الكمامه شي لقيتها ما تشبه لوالو. قال لي انا شوفها ولدي. قال لي دبر راسك تديها. قال لي عادي نعطيك فوطو تاعها قبل الكورونا كي كانت شوفها. عطاني لا فوطو كي شفتها قال لي ساي نشربوا جي. قلت لا الحاج لا كاين جافيل خير لا حمشي وبي هذه جافيل انا تساعد في خير. ما ماما انا ما تهضر بزاف كي نقعدوا نخطبوا نوصيها نقول لها ماما احنا على الشيطان كي نروحوا نخطبوا ولا سكتي علينا. خطره دخلنا قالوا لها الحاجه. قلت لهم قالوا لها البنت شفتوها؟ قلت لهم واه شفناها. شفنا كراحة في الواتساب، شفنا ودنيها في الميسنجر، شفنا وجهها في لا كيسموها داك سناب شات اللي فيه الودنين. قلت لهم لا يمناها عجبتنا جينا نخطبوا. المهم تهضر ما انا ما عندهاش مشكل. المهم هذا مشي الموضوع تاعنا اليوم. انا الشيخ اليوم قتلني رمضان غلبني الله غالب. والبروبليم حنا كي غلبك رمضان تبغي تفرج شويه لا تيليفزيون. كي تدخل تلقى غير لي زيميسيون تاع الطبخ. انا التيلي تاعنا حتى كاع كي كوطا خويا. راني خايف غير نشعل التيلي نلقى قاده بن عمار داير لنا روك تاع الطبخ ولد عمي. باسكو السياسه ما كاش في رمضان شبا يدير تاه نورمال يطيب داير لنا ايميسيون. والحاجه اللي هبلتني انا نشوف لي كومونتير بزاف. كي يفوت فيديو هكا تاعي تاع ضحك ولا تاع واحد هكا كوميديا في لا تيليفزيون نشوف لي كومونتير. كاين واحد الكومونتير مهبلني غير هو نلقاه يدور. طلع كاتب لك انت تافه يا حسره على عثمان عريوات. والسيد زيف الدميل وين تعقل انت على عثمان عريوات؟ خطره ايميسيون تاع ليله الشك باش يقولوا غدوه رمضان. واحد هبلني شقيتهم كومونتي لهم يا حسره على ليله الشك تاع بكري. قلت على بكري كنا حنا نصوموا 60 يوم خويا ولي كاميرا كاشي. كنت نشوف انا هذه اللي كاميرا كاشي. نعرف واحد عنده 80 عام هو يدير لي كاميرا كاشي. ديجا لي كاميرا كاشي بداهم قبل ما تبان الكاميرا كاع. كان مسميهم كاشي. كي خرجت الكاميرا لسه قاردها كاميرا كاشي. خطره بغاو يكرموه داروه يلعب في فيلم تاع دين وطاح في واحد السيكونس تاع واحد الغزوه. عباك تلمو في راسها غير كاميرا كاشي لقيتها قاضب ابلها بادر. قال اروى قال ما تخافش هذه كاميرا كاشي هذه. المخرج تلمو تنارفه قال لهم الرمح الاول اعطوا لوالديه بالعين يكتلوا علي انا هذا. عباك ما ضحكتكمش هذه شي؟ لا 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 دفعوا وكيفاش. عباك نحكوا شويه على لي سيناريو والفيومه تاعنا. احنا القديم ثاني احنا رانا نكريتيكو غير جديد. الفيومه تاع بكري ثاني انا خطره تفرج مسلسل جزائري واحد الاكتريس 87 حلقه وهي تسربي في القهوه. علاه غبنوا رواحهم كان يديروا يجيبوا سيرفر علاه داروا كاستينغ وخصنوا دراهم. عباك قلت لهم لي زاكتر والفوها في ذاك المسلسل. كي كملت القهوه كاع المخرج قالها دخلي لي ملكيسان راهم الداخل. كي دخلت لي ملكيسان باش يلعبوها دراما قالها طيحي كاس. طيحت كاس 70 حلقه هما يحوسوا على ذاك الكاس. حتى بويا كره حياته شرا كي يسموا هذاك السيرفيس تاع كيسان وطلع التلفزيون قال لهم هاكو غيديروا لنا الحلقه الاخيره خويا. والفيوم تاع بكري انا اللي نموت عليه الفيلم تاع جلطي شيخ. في واحد السيكونس هبلني هذيك كي يسموها هذيك لا في جلطي لا ماشي في الغابه تاع السيكونس مين بغات تموت كي يسموها هذيك اللي كتلعب معاه امل عبد العزيز. امل عبد العزيز اه كي بغات تموت السيد مريح حداها ويغني تاع حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين. هي باغيه تموت ام ورقي لها ولا شهاد لها هي بيت بنت تغني وبصح قبل ما تبرا كاع شي يغني لها ام وشهاد لها خويا. ولا في واحد السيكونس واحد اخرى جا قاعد يطبطب عليهم في الدار كي حلوا عليه مي كانت مريضه طبطب كي حلوا الباب السيد راح ديريكت الشومبرا وين ترقد. ما يروح هذا ما يروح الصاله تاع الضيافه يروح ديريكت لاشوم الشيخ خاطر بالك داروا ميكانيك بشحال من الخطا ما فهمتش انا في السيناريو غلط. عباكم وانا عندنا في الدار الشيخ بلا تقال لي بكري التيلي تاع الحدوبه هذاك اللي عندها الظهر خاطر تفرج فيلم جزائري واحد السيكونس زوج تاع لي زاكتر واعي تيلي على واحد كابوس تيلي تاعنا تيرمو صغير قاعد غير كابوس يبان. تلقيت بويا مور تيلي حوس قال لي بالك لي زاكتر راهم دارقين منه هذه قاعد منها مره في حياتنا نطلع واو هذوك التيليات هشام يجوا منملين بالك شنو فيهم تشاش شويه فيهم النمل. وعندي جداتي عندها نواظر فيهم النمل. وخاطر كنت نتفرج فيلم تاع البدره تاع مراد شعبان مين كان يحكي مع بشرى بنت عجيمي كانوا في لقطه تاع حب. مو تلمو النمل بزاف قالت لي ولدي هذا ماشي جاك تاع تيتانيك. مراد شعبان تلمو فرح خرج من الطاكسي وخبطها بحبه تاع تيتانيك كيما هكا من الفرحه. حسب روحك في تيتانيك بصح. عباكم الفيلم تاع شفيقه وعجيمي كان يفوت في رمضان بزاف.
كاع الناس كانوا حاسبين عجيمي في السيناريو دايرينها يضرب، هو مسكين غير رمضان كان يغلبها كان يدلهم كيما هكا. والله مليحه هذه مليحه هذه مليحه هذه مليحه اسمح لي. لا لا كان يضرب بزاف الناس كانوا حاسبينها في السيناريو هو، لا هو كان يغلبها رمضان يدلهم كيما هكا. خطره خطره شيخ والله تفرج فيلم تاع تراكا يديروا لها الترجمه. هذيك الاكتريس جات عند الاكتر قالت له نحبك، قالها اللهم اني صائم. كيطلع الجينيريك قالت لي جزائريه مترجمينها شكون؟ حميد عاشوري كمال بوعكات سيدي الحراري. عباكم بويا في رمضان كنت لها الفيت تلقاه غير يدور في الدار، هذه علاكم دايرينها هنايا؟ هذو علاكم دايرينها هنا؟ يدور في الكوزينه بزاف، قلت انا كي ندير باش نلهي بويا؟ درت له مسلسل تاع تراكا تاع هذاك ودي تاع مراد على منظار ولا على منظار سموه؟ على منظار. وعطيته نواظر نافذي. وبا خليته يتفرج، خرجت كي وليت لقيت با معنك تيلي ويهضر مع مراد، قال له جملو خويا مع الشيطان، حسب روحه راه داخل. حتى مراد جبد كابوس قاعد يتيري، مزيان كانت عندي لا كومونتا في التيلي. والله العظيم. والله العظيم. صحيح كملت. صحيح. نزيدكم شويه؟ واش نزيدكم؟ ما باليش، وحده من تاع غدوة ان شاء الله. ما لا هذيك خلوها الغد. اي خلوها. السلام عليكم، هذه هي الكومونتا تاعي. شكرا شوشو، ميرسي ميرسي ميرسي.